اندفر مؤسسة بتدعم الريادة وتركيزنا على الشركات سريعة النمو وعلى الرياديين اللي لهم تأثير عالي على المجتمع. إيماناً منا بأنه هاي الفئة من الرياديين اللي بنسميهم High Impact Entrepreneurs هن اللي عندهم القدرة أنهم يخلقوا فرص عمل، يجذبوا استثمارات على البلد ويوفروا منتجات وحلول مبتكرة بتخدم السوق المحلي والعالمي كمان. مهمتنا في اندفر جوردن انه نلاقي الرياديين اللي عندهم الافكار الممتازه واللي عندهم القدره انهم يكبروا بشكل متسارع من خلال المساعده اللي بنقدمها لهم بحيث انه يكون في لهم اكبر اثر ايجابي على الاقتصاد الاردني. تاثير اندفر بالاردن هي بصراحه لإلي بسميها complete transformation. عم نطلع على القطاع الخاص بطريقه جديده، عم نطلع على a new generation of business leaders اللي عم بيدخلوا مبادئ جديدة بالشغل، عم يخلقوا فرص عمل. استفدنا بإندفر بشغلتين أساسيتين اللي هي الدعم والشبكة. الدعم اللي كانوا بيعطونا إياه سواء إذا إحنا عم نطلع خدمة جديدة raising funds اللي فرضا صار معنا السنة الماضية، أو إذا بدنا نتعرف على أشخاص معينين ممكن يساعدونا بالخدمات اللي عم نطلعها أو بمساعدتنا بغايات الشركة بتحقيق غايات الشركة. إندفر بتسعى إنها تحقق التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. بنحاول إنه نبحث عن الرواد الشباب اللي عندهم الإمكانيات والقدرة إنهم يحققوا النجاحات ويوصلوا لمستوى أعلى من المستوى اللي موجود في الشركات الثانية، ونحتضنهم ونساعدهم ونحاول ندعمهم. يشرف على أعمال إندفر مجلس إدارة بيتضمن أبرز رجال وسيدات الأعمال بالأردن، بيدعموا المؤسسة مادياً وكمان بيتبرعوا بوقتهم وخبرتهم عشان يساعدوا الرياديين بتوسعة أعمالهم. عادة الفرصة اللي بتعطيني إياها إندفر إنه أقعد مع الشباب والشابات اللي عندهم هالأفكار اللي فعلاً هي أفكار بتجنن، ونحاول نخلي هالأفكار اللي هي فعلاً أفكار حلوة تصير أو تتبلور إنه تصير شركات ناشئة وكبيرة مش بس ناشئة. الدور الرئيسي اللي بتلعبه إندفر بالأردن هو دعم الشركات اللي لديها القابلية للنمو بشكل سريع وبشكل واضح. هدول الشركات اللي ممكن يحلوا ويساهموا بحل مشاكل كبيرة بالاقتصاد الأردني بالتحديد بما يتعلق بموضوع فرص العمل. إندفر كانت تجربة جدا مميزة بالنسبة لي لأنها سمحت لي أتعرف على رواد أعمال أو زملاء عم بمروا بنفس الظروف اللي أنا بمر فيها. دورنا في إندفر هو عن طريق البحث عن الرياديين، اختيارهم ودعمهم ومساندتهم في توسعة أعمالهم محليا وعالميا، وهذا الشيء بنقوم فيه عن طريق Our Mentor Network، شبكة المرشدين، بالإضافة إلى Our Strategic Partnerships مع جامعات عالمية وشركات استشارات كبرى مثل Ernst & Young وBain Consulting. إندفر لها دور قوي جداً وتأثير جيد جداً على الأنتربرنورز والشركات اللي بتتعامل معها، وهذا بيبين من إقبال الشركات ولهفتهم للعمل مع إندفر. يعني أنا بشوف وبلاحظ الفرق بين الأنتربرنور أول ما يبدأ مع إندفر وبعدين كيف بتصير إندفر جزء من حياته العملية وبصير يطلع إلى التعامل معها والتعامل مع المنتورز بإندفر. نحن ما بيهمنا بإندفر بس نطلع عدد وكم كبير من الشركات، لا، بهمنا اللي بنسميها High Impact Entrepreneurs اللي هو بالعربي الرواد اللي عندهم أكثر رح يكون وجود بعالمنا وباقتصادنا. إندفر لها كتير فوائد للإنتربرنورز والرياديين في البلد، منها إنه بتشبكنا مع شبكة من الرياديين والمستثمرين والناس بيقدموا نصائح لنا عشان نواجه التحديات نواجهها بشركاتنا باستمرار. إندفر الأردن عضو بمؤسسة عالمية مقرها بنيويورك، موجودة ب 23 بلد حول العالم. تدعم إندفر فوق 1000 ريادي من 684 شركة. إندفر الأردن تأسست بال 2009. إحنا اليوم بندعم 24 ريادي من 16 شركة. واحد يكون جزء من شبكة إندفر العالمية شغلة بتخلي الواحد يشعر بالفخر والاعتزاز بصراحة، هي زي شهادة مصداقية أو إنه أنت تم اختيارك من ضمن هاي النتورك،
وهي عملية ما كانت سهلة. مهمة اندفر بالأردن نحن زي الريح وراء الطيارة، منساعدها تأسرع، ولكن قائد الطائرة والطيارة مين صنعها؟ هو الانتربرنور رائد الأعمال، فنحن وراه ندفع معاه، يعني we accelerate his business, we don't run his business. Endeavor لإلي it's a dream job. Endeavor Jordan بالنسبة إلي هي شغف. Endeavor تعني الكثير اللي بصراحة. يمكن هي العيون اللي بتقول رح أنجح حتى لو فشلت 100 مرة. باعتقادي واحدة من أهم اللحظات اللي لليوم ما بنساها هي لحظة الاختيار بال2009 أثناء ال International Selection Panel ISP. كثير في لحظات اللي بدي أعدها صعب أعدها. أحلى وأصعب اللحظات اللي مريت فيها بإنديفر كانت أيام ISP. إنديفر من المؤسسات اللي أنا لإلي شخصياً بتساعدني، وحتى أمرار يمكن بقول بتساعدني أكثر ما أنا بساعد. إنديفر عم تخلق قصة نجاح من الأردن، وإحنا عنا تعريف خاص بكلمة النجاح. كمرحلة أولى عم ندور إنه ندعم رياديين بيبنوا شركات ناجحة، بس يمكن المرحلة الأهم إلنا بدنا هالريادين يضاعفوا أثرهم ويكون عندهم تأثير إيجابي على جيل جديد من الشباب الأردني عن طريق يكونوا مصدر إلهام لإلهم، وهن نفسهم يصيروا منتورز ويصيروا إنفسترز كمان.